بتتكلم على الفنان حضرتك اتكلمت على ثلاث مطربين كل واحد منهم بيقدم شكل مختلف من الموسيقى والغناء. صحيح. النجمة أنغام طبعا وألبومها كان تيجي نسيب، يعني برغم ده من قريب جدا يعني المدة الزمنية قليلة، لكن من أول ما بدأت طرح الأغنيات على قناتها في على اليوتيوب وبدأ الكلام على الألبوم قد إيه أنغام بذل مجهود كبير قوي فيه. أمير عيد مزيكا مختلفة خالص، بابلو مزيكا تالتة خالص. بتشوف التوليفة دي دلوقتي إلى أي مدى بترضي كل الأذواق، وتقييمك برضو لألبوم أنغام بالكلام اللي اتقال عليه؟ ألبوم أنغام طبعا ده الطبيعي بتاع الفنانة أنغام، احنا بنتكلم عن حد بيغني تقريبا بقاله 40 سنة من وهي طفلة وهي بتغني، فتمتلك من الخبرات يعني إن هي تعرف تعمل أي حاجة في الدنيا تخص المزيكا يعني. بس أنا بشوف إن هي فكرة إن أنا أعمل ألبوم يعني من أوله لآخره أي معنى مشاعر نوعا ما الحزينة أو السلبية، وبتطرح مفيش غير أنت مين يعني، لا مفيش، هو كله على بعضه، بتشرح وجهة نظر إزاي العلاقات ما بين الطرفين الراجل والست بتبوظ، بس المرة دي من وجهة نظر نسائية بحتة سيدة يعني من وجهة نظر نسائية، ودي دي اللي ممكن يكون مختلف شوية على هي كانت بتقدمه قبل كده. والرهان إن أنا أنزل ألبوم أغلبه دراما أو ألبوم كله دراما في الصيف، تفتكر أنا بشوف إن ده أكتب لك تعهد اللي حققت نجاح كبير قوي لأنغام وقت نزولها هي كانت الحافز ليها أنها تاخد الخط ده في الأغنيات اللي قدمتها في تيجي نسيب؟ ممكن يكون كده، أنا معرفش هي يعني بصراحة معرفش هي فكرت إزاي بتشتغل، بس أنا عارف قريت في علم النفس كتير جدا في حاجة اسمها الكما موتة، التأثر بالحب أو بالمشاعر السلبية، وإن عشان كده دايما هنلاقي ان احنا كشعوب عربيه او البشر عموما بينجذبوا اصلا المشاعر السلبيه حتى لو هي مش موجوده، الجانب الشجن ده بيغلب يعني بالنسبه على الجانب الشرقي.